فترة من الفترات اشتغلت كمان على باص، كنت أنا بشتغل على باص كنترول، وبالعكس أنا كنت أتشرف لما كنت أشتغل بالبالي. وبتعرف أنت كبرت بنظرنا، أنك حكيت الصراحة طبعا الشغل مش عيب، لأنه أنا عادي عندي مشكلة. إحنا على الهوا وين، مش بس على الهوا بحكي هذا الكلام. أنا كنت بياع بالي واشتغلت كمان على باص كنترول، واشتغلت كمان في مطعم، وبعدين يا ما طلعت حفلات. طلعت مرة، أول مرة بحياتي طلعت حفلة، كنت متفق مع ابو العريس انه راح هو يزبطني بالمصاري يعني. ثلاث ايام اجى يحاسبني ويقول لي 15 دينار. قلت له حجي طب ما انا رايح جاي على الرمثه، من عمال الرمثه كنت احط 30 ليره سياره، عوضني. قال اسمع هني ال 15 بدك تشي يلا روح. اخذت ولا يزعل مني. تعرف عشان هيك انت دخلت قلوب كل الناس وحبوك على صراحتك. بالعكس. والشغل كيف الواحد ببلش من الصفر وهيك ما شاء الله نجم كبير وناجح. ليش بدي اخبي؟ انا ما بحكي. في ناس هيك بيسالوني ايش كنت تشتغلي، ما اقول لهم انا كنت بيع بالي او كنترول. ما بصدقوا، انت عم تكذب. بالعكس يعني هذا الاصل تبعي، ليش بدي انشر اصلي انا؟ نعم اكيد. ناخذ الاتصال. خذي اتصالي. ديالا مساء الخير. كل عام وانت بخير ديالا. ديالا قطع الاتصال. ناخذ محمد. محمد مساء الورد. السلام عليكم. وعليكم السلام، كل عام وانت بخير. وانت بخير يا اختي، شو اخبارك؟ الحمد لله، تفضل. شلونك يا حمدان حسين؟ هلا حبيبي، كيفك؟ كيف حالك سيدي؟ شو اخبارك؟ الحمد لله، والله من زمان ما شفناك على التلفزيون. والله حبيبي يعني شوي شغل، كليبات، اغاني جديده يعني. احنا سيدي من دال دوير المربد، والله انا نحبك ونحب دار سلمان كلهم. الله يسعد لي اياك حبيبي، شكرا. وجه لك تحيه لك ولاهل اربد كلها. حسين. نعم يا حبيبي. بحكي لك احنا مشجعين هذا الرمث العريق. والله على راسي انت والرمثه. والله بس اشوفك. مش عم بسمعك. بقول لك اني بس اشوفك برتاح. يلا يسعد لي اياك حبيبي انت. والله بس شفتك اني كنت زعلان لما شفتك دخلت في كاروبة. يا سيدي ان شاء الله دائما طول عمرك تظلك فرحان انت واهلك وكل حدا بيقرب لك. اك حسين. يا عيوني. بدنا تعطينا موضوع على الرمثة، بس افصل الخط. مش سامع ايش؟ بدنا موضوع على الرمثة. موال على الرمثة. بدك موال على الرمثة؟ بتاع الرمثة. لا بس يا سيدي الرمثة. ابشر. وين صوت الأورج؟ اسمك عالقمر مكتوب لحتى يظل ضاوي، اجبنك عالي ومهيوب ومن زيك يا رمثاوي. دقي يا شبابية عدبك الرمثاوية، قولوا الله يا حي الله هذول الرمثاوية، وتحي له الاربد يا خي من نور مينا في عمان. يا سلام. محمد بعدك معنا على الخط؟ روح محمد. محمد شكرا كثير لاتصالك. و معنا كمان اتصال من هديل. كل عام وانت بخير يا هديل. هديل. الو الو، لو توطي صوت التلفزيون. تفضلي. ألو مرحبا. تفضلي هديل، أنت على الهواء. كيف حالك؟ أهلا وسهلا فيكي. بسم الله، معلش بدي أحكي مع الفنان حسين السلمان. هو معك. تفضلي هديل. ألو مرحبا. هلا كيفك؟ الحمد لله. كيف حالك حسين؟ شو أخبارك؟ والله مشتاقة. شو أخبارك أنت؟ الله يسعدك. بصراحة والله إنه عن جد بحبك، وما شاء الله أعمالك عن جد كثير حلوة. شكرا. وعن شكراً. جد بتمنى لك التوفيق. الله يوفقك أنت كمان. الله يسعدك. شكرا. احنا كلنا باهل عجلون عن جد بنحبك، وانا بموت عليكم كمان. الله يسعدك، والله بترفع الراس ما شاء الله عليك. انت بترفع الراس، شكرا لك. الله يسعدك. انت بخير واهل عجلون بألف خير يا رب. انت بألف خير. كل عام وانت بخير بمناسبه العيد ان شاء الله. شكرا حبيبتي. شكرا. ان شاء الله بينعاد عليك السلامه. وانت كمان يا رب. هلا الله معك، مع السلامه. شكرا يا هديل لاتصالك. على يعني فكره بدي اقول لك شغله، انا اول مره بحكي انه يعني على الهوى، يعني دائما بحكي لاصحابي اللي قلت لكم انا بداياتي شو كنت اشتغل، بس اول مره بحكي على الهواء صراحه يعني. والله يعني عندكم بس كانت حصريه لنور مينا. يعني اهلا وسهلا فيك صراحه يعني. وانا لو يعني نورت، ما كنت حابب تحكي كان بامكانك. لا بالعكس، انا بفتخر ومبسوط اني حكيت. بالعكس
نعم، يعني لما تشوف محبة كل الناس وكل هاي الناس اللي بتحبك، يعني مجرد أنا بس بدي تحكي مع حسين تحكي لك أنا بحبك أو أنا معجب فيك أو أنا بس أشوفك برتاح. الحمد لله، هاي فضل رب العالمين ورضا الوالدين صدقيني. يعني طب لو نرجع شوي، خلينا نحكي احنا يوم قلبي قلبي، حكيت انه سجلتها طريقة الفيديو كليب. خلينا نشوف حسين كم رصيده من الالبومات اللي خلتك نجم محبوب بين الجمهور. هلا شوف بدي احكي لك شغله، بلاش هلا لان انا رمثاوي هسه بلاش من هلا. انا عمري ما عملت البوم يعني صراحه. انا بالالبوم ما بامن، اغاني سنجل يعني سناجل، عارفه ليش؟ توصل أكثر. يعني مثلا هسا خلينا نقول نعمل بالألبوم 10 أغاني صح؟ بنتعب نقعد سنة كاملة أو سنة ونص نتعب على الألبوم، بيجي الألبوم بينزل في الأسواق، تشتري أنت السي دي أغنية واحدة، تحبي أغنية واحدة بالضبط، يا هل ترى بترجع تسمع أغنية تانية؟ صح. صعب. أنا بقعد لي مثلا بعمل أوديو مثلا سنجل بقعد عليه سنة بس هاي ما أقعد سنة أنا بالأوديو، أنا متأكد أن الأغنية راح توصل للناس. يعني أنا يوم قلبي صار لي عاملها سنة وضابها، يلا نزلت أوكي ما غني لك إياها، ونزلت بعد 5 أشهر الناس حبتها. يعني هاي كلهم عم بطلبوا فيها، كلهم بطلبوا فيها دليل على شهرتها يوم قلبي، ونرجع منكمل الموضوع تبعنا. يلا. يلا أوكي بس خليها شوي بطيئة شوي. 105 لا 104 يما قلبي 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 انت روحي انت حبي يما قلبي 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 يما قلبي 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 انت روحي انت عمري كله غيرك قلبي ما مله وربيت بقلب عله يما قلبي 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 يما قلبي 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 قلب انت روحي انت حب يما قلبي 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 قلب يما قلبي قلبي انت روحي انت عمري كله غيرك قلبي ما مله ربيت بقلب علا يما قلبي 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 صدفة جمالنا الوكت نتعرف انا وياك واخذي من قلبي عهد للموت ما انساك صدفة جمالنا الوقت نتعرف انا وياك واخذي من قلبي عهد للموت ما انساك وانت القلب والروح بعدك انا مجروح انت القلب والروح بعدك انا مجروح انت القلب والروح بعدك انا مجروح انت القلب والروح بعدك انا مجروح وين الصفقه وين يلا فدوه حني 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 يلا قلبي يلا بحضني فدوه حني 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 يعني انت لي ما اشتاقتي انت بي ما حسيتي حس بي راح اموت وربي ادو حني 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 ادو حني 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 يلا قلبي يلا بحضني ادو حني 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 يعني انت لي ما اشتاقتي انت بي ما حسيت حس بي راح اموت ورب ادو حني 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 ادو حني 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 صدفة جمالنا الوقت نتعرف انا وياك واخذ من قلبي عهد للموت ما نساك صدفة جمالنا الوقت نتعرف انا وياك واخذ من قلبي عهد للموت ما نساك وانت القلب والروح بعدك انا مجروح انت القلب والروح بعدك انا مجروح انت القلب والروح بعدك انا مجروح في القلب والروح بعدك يا حبي مجروح يا سلام شكرا
يعطيك العافية خالد العلي أكيد وفناننا حسين سلمان. أنا حابة أحكي كلمة هيك، مجد الأردن ما بيعلى وبيزيد إلا أكيد فوق راسنا جلالة سيدنا. طبعا جلالة سيدنا بالعائلة الهاشمية بالكامل، وما بتحلى السهرة إلا بصوت حسين السلمان. هذا الأردن أردن كل شي بوقته أبدا. هذا الأردن أردننا أغلى من الروح ترابه، الله الوطن قايدنا منقوش، والله ما لنا غير أبو حسين والأردن والله. يلا سوا وين تشوف وين الشاي شوف هذا الأردن أردننا أغلى من الروح ترابه، هذا الأردن أردننا أغلى من الروح ترابه، الله الوطن قايدنا الله الوطن قايدنا، منقوش على أبوابه منقوش على أبوابه، هو ميل ميل يحبيب أردن وأصلي طيب، ميل ميل يحبيب يلا شف أردنية العب هو ترارن عمر عاشو لو 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 هذا الأردن أردننا أغلى من الروح ترابه، هذا الأردن أردننا أغلى من الروح ترابه، هو الله الوطن قايدنا الله الوطن قايدنا، هو منقوش على أبوابه منقوش على أبوابه، هو يا الأردن إحنا رجالك هي محلى دلالك، يا أردن إحنا رجالك هو هي محلى دلالك، هو نحلف والشاهد الله نحلف والشاهد الله، الغالي يرخص كرماله يلا هو ميل ميل يا حبيب أردن وأصلي طيب، ميل ميل يا حبيب أردن وأصلي طيب، ميل ميل يا حبيب أردن وأصلي طيب. أنا بعتذر على الهواء إني مغنيت وطني كنت قاعد، بعتذر لازم كنت واقف معلش أنت عشان